هكذا يبدأ أيوب يومه في موسم الاصطياف، وهنا من شاطئ بوسماعيل أين يركن قريبه الصغير الذي يتفقده كل صباح ليبدأ في تنظيم رحلات وخرجات بالقارب للعائلة والأطفال كنشاط صيفي له. أنا عندي كما نقولوا نخدم غير في الصيف هنا، طالما مو تاع الصيف نخدم مع الشغل هكذا نحوس وكاع، مي أنا الشغل الميتي تاعي شغل بانوك فهمتي، شغل عندي خالتي هكذا نجي نعاونهم من الحشية للعشية، كاين بزاف شغل يعرفوني، يجوا عندهم الوقت تاعي مول الجمعة هكذا يجوا. نديهم لي اون فامي هكذا يجوا من البعيد يجوا من بليده يجوا من الجي يجوا ندوهم اي تو سما شغل هكذا دوكا دوك مول الجمعه جيست مول الجمعه يجوا شغل ندوهم وشغل يعجبهم الحال. تنظيم مثل هذه الخرجات والرحلات في قوارب النزهة يحتاج إلى رخص خاصة تجعل صاحب القارب يمارس نشاطه بحرية ويضمن من جهة أخرى سلامة الركاب. من داك هكذا زعما شغل نلقى منين داك هكذا لامارين منين داك زعما كي لارجيو شويه الفوقا يعاودوا يقولوا لنا دخلوا بصح شنو ما نبعدوش بزاف شغل حنا ماذا بينا نضمنوا لنا رخصات شغل باش كي يجي زعما عائله نخرجوها نخرجوا شغل اليز ما كانش هذيك البروبليم ما كان حتى بروبليم كيما نقول منها هما يحوسوا شغل منها حنا نخدموا على رحنا حنا كيما يقول لك ندوا لي فامي نضربوا بهم دار يفرحوا كي يكونوا جي عندي مامي جي عندي لا مارين كشوط هاني بكوارت ما كاش كفي ديرونجوني فهمني كيفاه وكيما يقول لك احنا كي ندورو ندورو كشوط ما كيما نقول لك كيما يجوا لي فامي هنايا كي ندورو بهم ندورو الاز ما ندورش راهب باسكو كي ندور بهم راني يعني ندور كاين بكوارت هو كي يجي عندي ما يديرونجينيش كاين كاين كوارت كاينين ان شاء الله يخدموا كوارتهم يديروا الرول تاعهم ان شاء الله يوليو يخدموا الاز فهمتي اختي ان شاء الله يدورو هنايا كيما يقول لك هذيك لي كوارتك تمشي الاز. شباب ينظمون خرجات ورحلات بحرية في قوارب صغيرة والتي تلقى إقبالا واسعا من طرف العائلة والأطفال خاصة أن أسعارها معقولة، لكن من جهة أخرى وجب على أصحاب القوارب تنظيم نشاطهم برخص للخروج لتكون خرجاتهم قانونية.